طاقتكم حلوه كنتي سامعه صوتنا واحنا متخانقين اصلا معاكم من اول المدينه حلوه طاقتكم حلوه دي الحمد لله. حللنا طاقتنا اكتر يا دكتور بقى، فهمينا اصلا الاول ايه هي طاقه الجذب. يمكن ثانيه واحده بس اجيب لك حق ما اجيب لك حق بس انا يا دكتور اصل انا بصي البسطه بتاع بصي هي مش معجبه حتى باللي انا هقوله دكتور، اصل انا مقتنعه بالطاقه ومقتنعه ان الطاقه علم، مقتنعه اني ممكن استفيد من الطاقه بان انا اجذب نفسي لاني افكر بطريقه كويسه او مش اجبر نفسي احب حد انا مش حباه، انما اللي مش قادره افهمه ازاي انا بالطاقه اجذب حد مش واخد باله مني. فيلا يا دكتور افيديني يا دكتور. بصي بس عايزه اقول حاجه مهمه، انا مش دكتوره في الطاقه، انا دكتوره في علم النفس، اوكي، انا سايكولوجيست، اوكي. الانرجي از جاست انه كل حاجه النهارده بتتكلمي فيها في التنميه البشريه وفي الحاجات اللي هي حتى كتب البيزنس، يعني ما يقول لك التولز اللي انت محتاجه تستخدميها كل يوم عشان تنجحي، انك انت الصبح تصحي الصبح وتحطي نفسك في مود كويس وتعملي مديتيشن وتقولي انا بحب شغلي فدايما الكلام عن الطاقه موجود في كل حاجه، لازم عندك بوزيتيف انرجي. بس انا مش متخصصه في الانرجي، انا بيزيكلي سايكولوجيست يعني. فالقانون الجذب فكره انه انت طول ما انت ماشيه بتجذبي اصلا، واذا احنا بقى متفقين موافقين مش موافقين احنا بنجذب طول ما احنا ماشيين. يعني موضوع اللوف اتراكشن ده اول ما بداوا يطلع بره، هو طبعا هو بيقول ان هو يعني الفراعنه اتكلموا عنه وفي كلام منه في الاديان كتير، دي حقيقه انا قريت كده، ان هو حاجه موجوده اصلا، ما حدش اخترعه. بس لما اتكلموا عنه روندا باير دي من حوالي 10 سنين، فلما عملت الكتاب باع مليونز اوف كوبيز وكده، وترجم مش عارف حاجه 60 لغه وبتاع، وبعدين عملت الفيلم اللي هو فيلم السر ده ذا سيكريت، الفيلم نجح. انا بتكلم لسه بقول له قريت الكتاب ده فظيع، الفيلم نجح نجاح فظيع، واتعمل على فكره فيلم فيلم مصري كمان اسمه سر الحياه، وكتاب فعلا ذا سيكريت اتعمل منه نسخه بالعربي اسمه السر وعمل طبعات كتير جدا. ايه الكتاب ده؟ سيكريت باولو كويلو اللي كاتبه. لا 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 باولو، ما انا بقى كنت بقول لك الحكايه دي، انه النهارده بعد ما كتاب السيكريت طلع اللي عاملاه روندا باير اللي الكاتبه دي، كانت واحده حياتها بقى كلها بايظه وفيها مشاكل ومش عارف ايه، وبعد ما اكتشفت الموضوع ده وبدات تدور مين تاني يا جماعه اكتشفوا، فلقيت ان الرايترز زي باولو كويلو والناس بقى المؤثره البيزنس مان الكلام ده كلهم اكشلي بيتكلموا في الموضوع ده. فجمعتهم وعملت حكاياتهم كده كتبتها في الكتاب وعملت الفيلم، وبعد ما الفيلم نجح جدا عمل بارادايم شيفت، عمل نقله في التفكير، عارفه زي مثلا الثوره الصناعيه لما طلعت، صح، او تكنولوجي الانترنت النهارده، عملت نقله اللي هو مش مجرد خلت الانسان يتطور، لا نقلت له تفكيره في حته ثانيه، ثوره يعني فكريه تقريبا. عملت ثوره فبقى النهارده مفيش كتاب ممكن تمسكيه على العلاقات على البيزنس على اي حاجه، على ان انت تبقى سعيد، على وات ايفر، الا ما هتلاقي فيه ريفرنس، لازم فيه كلام على، ولازم تشوف الحاجه اللي انت عايزها ولازم تحسها ولازم تبقى سعيد وبتضحك علشان الحياه تبقى احسن، وكلام اللي هو كلام قانون الجذب. بس الكتاب فعلا حلو قوي وفرق معايا على فكره انا كمان شخصيا جدا، بس هو طبعا احنا لما تترجم باللغه العربيه الفصحى كان تقيل قوي فهو بالانجلش احسن، يا ريت حد ينزل له نظره عطف ويترجمه بطريقه عاميه شويه. عاملاه فيلم سر الحياه هتلاقوه على يوتيوب، كان طلع في القاهره والناس، طلع في اون تي في وبتاع، عاملاه مخرجه واتسان اندي موفي يعني فيلم مستقل وكده، بس في جزء دراما برضو، بس هو ترجم يعني بالظبط هو اللوف اتراكشن، وجايبين فيه بقى الناس بقى جميل، سعد يونس مثلا بتتكلم عن اللوف اتراكشن في حياتها، ابراهيم عيسى كان بيتكلم يعني بيحكوا ايه اللي حصل وجذبوا ازاي حاجات من غير ما يعرفوا ان هو اسمه قانون الجذب. فالفيلم ده لو عرفنا قانون الجذب بقى في خطوات محدده طبعا انا باخدها، طبعا ايه بقى الخطوات؟ انا عموما من الناس العمليين، بس انا ما احبش الحكايات الكتير اللي هو ما حد يحكي لي حاجه اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ ورقه وقلم، ايوه ورقه وقلم اكتبي ورايا يا ست الكل، ايوه يلا يلا يا دكتور. فاحنا مثلا بنتكلم في الحلقه بنتكلم على الحب ومش عارف انت، بس اكشلي انت في قانون الجذب اي حاجه في حياتك انت عايزاها، يعني بيقال انه حوالي اقل من 2% في العالم هم اللي بيكتبوا اهدافهم، احنا كلهم كنا عايزين حاجات عندنا احلام، بس وانسو هي مش مكتوبه، هي في خيالك وممكن ما تحصلش ابدا لان المخ واللاوعي وكده مش عارف يعني مش مركز فيها كفايه. فاحنا ونيد ان اول حاجه خالص اول خطوه هتكتبي انت عايزه ايه، تكتبي لازم تتكتب تحط قدامك كده على الحيطه. انا بعمل حاجه عندي اسمها الويش وول، حيطه الامنيات دي كل سنه بتتغير، يعني بحط حاجات صور يعني كلمه واحده ولا اكتب بقى كلام كتير. المخ احسن حاجه بالنسبه لي بيلقطها طبعا بتتكيف طبعا. فانت مثلا سي انا اول حاجه خالص تاخدين فيها قانون الجذب عرفته من 10 سنين، وبعدين اول ما عرفته كنت في التدريب في امريكا، فاول حاجه قلتها ساعتها
بس بقى الحياه بقت يعني كانت اسهل بقى لو كلنا عرفنا كنت مش طب انا ينفع احط صوره مثلا توم كروز عندي على انت عايزه توم كروز ليه دلوقتي؟ ليه؟ معلش دكتور انت بتشرحي لنا العملي اهو يا دكتور احنا عارفين توم كروز احنا دكتور مضحيين بسالي سالي قدامك اهو مقتنعه بالموضوع وحباه هو راجل ما يتهشرش اساسا بس انت حره مش فاهمه ستات شفت من يعني بيطفش اي بني ادمه في الحياه يعني جوزك يلا يا دكتور نعمل التجربه بتاعتك معلش مش مشكله خليكي انت كمان انزلي بسقف الطموح شويه توم كروز يعني انزلي بسقف الطموح شويه لا 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 ما تهديش على عندنا سالي يا دكتور عايزين نموذج حي ما تنزليش خالص لا هي الفكره كلها انك انت خلينا بس ايه في الاول احنا هنحط انا اعرف اللي احنا عايزينه نقعد كده نفكر ونسرح نحط الميوزك تكتبي الحاجات اللي انت عايزاها انا اول ما عرفت اللو ده فقال لك ايه اكتبي بقى الحاجات اللي انت عايزاها عربيه شركه مش عارف ايه اوكي فاين جيت بقى وخلاص اما اجرب يعني ودايما بقول للناس في التدريبات انه انت عايش حياتك كلها بطريقه وبالطريقه دي بتديك نتائج معينه وانت اوبسلي مش مبسوط يعني قوي تلاقي مثلا في ناس يقول لك الراجل ده محظوظ او البنت دي محظوظه دايما بيحصل في حياتها حاجات حلوه اتس نوت اباوت انها محظوظه وخلاص هي بتطلع طاقه حلوه اصلا ففي حاجه مهمه في قانون الجذب ان لايك اتراكتس لايك يعني الحاجه هتجذب اللي زيها فاما قابل مثلا واحد يجي يقول لي ايه على فكره انا سمعت فيديو من الفيديوز بتاعتك والله عملت كل حاجه مفيش فايده كل حاجه في حياتي وحشه وكل حاجه مش عارف نص ساعه بشتكي لبوزك ده هو اللي انا بقول له ده انت اثبت ان قانون الجذب صح انت ما بطلش شكوى في حياتك وحشه يا بيه هي عارفه شيخ البلد خلص خالص انت هتفكر طب وهو لو حياته وحشه هيشوفها حلوه ازاي؟ لان مفيش حد ابدا حياته كل حاجه فيها وحشه نو واي مش انت صحتك زي الفل اهو مش قايم خدت شاور حلو جميل لبس لبس حلو مش نازل ماشي في الشارع على رجليك مش رايح تقابل ناس في منهم ناس لطيفه في دايما حاجات حلوه هي بس عارفه حضرتك الكوبايه اللي نصها مليان وفاضي ما هي نفس الكوبايه اوكي فانت لازم تبص في الحته الحلوه لان هو في الاخر الحياه از يور بيرسبشن يعني انت شايفها ازاي يعني اوكي فاحنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين بس نشوف الحلو عشان نزوده لان هو بيقول لك الطاقه بتتغذى يعني انت هتغذي مثلا اتعصبتي صحيتي من النوم متعصبه فبداتي تفكري في حاجات تضايقك تنزلي الشارع تلاقي ناس تنرفزك زياده الزحمه الضيقه اليوم صح. كله هيبقى ده مش يومي النهارده لان انت عماله بقى وبقى تحكي بقى في الموضوع تروحي الشغل تحكي حصل كذا حصل كذا فعماله تجنريت مور اند مور طاقه كلها غضب فهيفضل اليوم كله مش بنفس الطريقه فدايما الناس اقول له لازم تقطع بقى القصه ما تغذيهاش ما تغذيش العاطفه دي خليهاش ترسخ اكتر رجع في ارجع بقى 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 حلو ارجع ارجع بقى ثاني ايوه بمناسبه ترجع بقى ارجع بقى ارجع بقى يا دكتور عندنا يا دكتور هنا مثال حي حبيبتنا اختنا سالي يا جماعه واحده والله نفسنا نتجوزها يا دكتور عاوزين نكذب لسالي بالحلال ونيجي السنه الجايه تاني بعد ما تجرب انا مش بهزر على فكره طب انا سمعت ان حضرتك بتوعدي البنات ف بصي الموضوع اهو بصي بتعاني الموضوع يا دكتور خايفه هي خايفه اختنا حبيبتنا سالي عاوزين نحطها على اول التراك الصح اوكي فاين يلا بصي بس هو طبعا للبنات اكتر يعني احنا بنهزر بس انا عايزه اللي هو ان حضرتك قلتي ان في طرق معينه لكل البنات بياخدوها في شهور الاولانيه نكتب اكزاكتلي ونستحسن تبقى بيكتشر نكتب بالايه؟ صور صورته نحط الصور لا طب يلا طب اعملي التجربه على يعني مثلا هقول لك على حاجه مثلا انا سي اول ما عملت القصه دي فقلت ايه انا عايزه عربيه مش عارف ايه انا عايزه ايه كذا كذا مثلا فرحت جايبه صوره العربيه ما هي نفس التكنيك يعني على شخص او على فرحت جايبه صوره العربيه كانت لسه نازله وبتاع وحطيتها عندي على الويش وول قلت انا عايزه العربيه دي اخر السنه بدات بقى احط صور حاجات كتير عايزه افتح شركه عايزه مش عارف ايه عايزه ايه فاللذيذ ان انا بدات امشي على الحاجات اللي هقولها لكم دي فعلا الكلام ده كان في شهر 3 يا جماعه في مارس كل بقى اللي يعرفوني عارفين القصه دي كانوا عايشينها معايا وكنت اروح المصريه والله العظيم اركب العربيه اللي انا عايزاها دي ومعيش ولا اي حاجه من ثمنها اساسا وعماله اقول انا عايزه اجيب العربيه واركبها احس بالفيلينج بتاع العربيه وارجع البيت اقعد افيجواليز وافكر ان العربيه بتاعتي ومامتي كانت تيجي معايا تقول لي بقول لك ايه قله القيمه دي لا انا مش كنتش اروح اركب واروح صوروني جوه كده لايقه عليا صوروني كده جبت العربيه وعارفه هي ايه عايزه ديسمبر جبتها 5 ديسمبر والله طب لو كاش لو انا مش عارفه ايه العربيه اصلا يعني لو انا مش عارفه ايه العربيه عشان برضو كان مكتوب عندنا ان انا لو انا مفيش حد اصلا في حياتي اول ستيب هكذبه ازاي بصي اول ستيب احنا كنا على الحب دلوقتي صح طبعا اوكي اول ستيب خالص لان هي نفس الستيبس ذا هوف يعني كله اللي هو اتراكشن نفس الطريقه اول ستيب يو هاف تو اسك مش هينفع يعني انت بتطلبي من ربنا او من اليونيفرس حاجه انت مش عارفه هي ايه واليونيفرس يعني ما بيقراش عشان اكتب بقى لازم تطلبي ولا قلم ولا ايوه انت عارفه حتى في الدين لما تيجي تدعي لازم تدعي دعاء